ذات خامس من جويلية 1830 بدأت الحكاية، حكاية تاريخ دموي دام 132 سنة حاولت خلالها فرنسا محو هوية أمة عانقت جذورها آلاف السنين، أمة جعلت الصمود عنوانها، صمود لم تخمد غطرسة الغزاة لهيبه المقدس من عبد القادر بن محي الدين إلى سعال بوزيد إلى عمر الصغير وكل من خلدوا بطولاتهم في كل شبر من هذه الأرض الطيبة، أين ارتكب الغزاة أبشع الجرائم، تقتيل، تهجير، دمار وإبادة، إلى أن فهم هذا الشعب الأبي أن ما أخذ بالقوة لن يسترجع إلا بالقوة. فكان نوفمبر، قصة شعب عانق البندقية مزكياً أبناءه قرابين على مذبح الحرية، شعب كتب أعظم الانتصارات مسمعاً صوت الجزائر في كل المحافل الدولية، سنوات سبع درس فيها بيجار، ماسو، سالان وكل مجرمي الحرب دروس العزيمة والصمود، رجال علموا دوغول ذات خامس من جويلية 1962 معنى حزم الأمتعة والرحيل. خمسة جويلية 1962 تاريخ ميلاد حكاية، حكاية أمة استرجعت سيادتها بفضل روح نوفمبر، ورحلة 60 عاما من البناء والتشييد بسواعد شعب لا تهزه العواصف بل تزيده قوة للوقوف كرجل واحد ضد المتربصين في سبيل أن تحيا الجزائر. فاشهدوا.